حسجتنا لهذا اليوم تقول أبو فرهود حجي عنده 3 أولاد، 2 رايحين للحج والثالث بعد ما حاج. يوم من الأيام طبت عليهم عجوز سلمت عليهم قالت للحجي أبوهم اللي هو أبو فرهود: حجي أنا أريد أسافر بس عندي أمانة يعني فلوس. سألت بالسوق دلوني عليه قالوا ما قلت غير أبو فرهود هم حجي وهم أمين وهم يخاف الله، وأني إجيتك أريد أخلي هاي الأمانة لحد ما أرجع. قال لها بشري وتتدللين بس أريدك تخلين شهود بالقضية لأن هاي الدنيا والدنيا ما تتأمن. قالت له أني ما عندي شهود. قال لها تريدين ولدي يشهدون إلك؟ ذول 2 هم رايحين للحج. قالت للعجوز بيهم البركة وأني قابلة بشهادتهم. خلت الأمانة وشهدولها الولد وراحت. بعد فترة من الزمن رجعت العجوز لأبو فرهود قالت لحجي أنا أريد الأمانة. قال لها الحجي يا أمانة عمي. قالت له اللي خليتها يمك قبل فترة أنا إجيتك وخليت أمانة يمك. قال لها لا ما انطيتيني لا أمانة ولا حتى أعرفك. العجوز: حجي على بغتك يا معواد يا أبو الغيرة. قال لها عند الشهود؟ قالت له إيه عندي وذولا ولدك الحجاج. قال لها أوكي. الحجي سأل ولده: بابا تشهدون على هذا الحكي؟ أول واحد قال له لا يابا ماكو هيك حكي وإحنا ما شايفين أمانة ولا حتى نعرف العجوز. الثاني: لا يابا لا شايفين أمانة ولا شايفين الحجية. الحجي قال لها عندك بعد شي يمي؟ ذول الشهود نكروا العجوز. قالت لحجي أنت صدق عود تحكي أنا سلمتك الأمانة وولدك موجودين وولدك شاهدين. وهذا الولد الثالث الصغير هم كان موجود وياهم. التفت أبو فرهود على ابنه الصغير قال له بابا تشهد لهاي العجوز؟ قال له إيه بابا أشهد هي إجتك وسلمتك الأمانة وأني كنت حاضر. العجوز فرحت لأن أكو من وقف وياها ونصرها. بس أبو فرهود السوى التفت الابن الصغير بغضب وقال له ملعون الوالدين حضر نفسك السنة الجاية أوديك للحج. شاهد سالفتنا ورباطها لدغركم المظاهر والألقاب لأن أغلبها جتي من تالي وقت، ولا تسوون قيمة للما لا قيمة لأن بالنهاية الصوت بينا إحنا كشعب سوينا قيمة الناس أصلا ما يستحقون. صادوا على شتافنا مثال دوحي وحرامي الهوش وهاي نتيجتها عز وفقر وفقر وبطالة وقهر وجهل. وما نعرف القادم أفضل مو أفضل. العلم عند الله وبسلامتكم.